الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، يعاين خلالها ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والحيوية. وقيادتكم الرشيدة. ساكنة تندوف تثني على جهود رئيس الجمهورية في استعادة الجزائر لأدوارها المحورية والريادية إقليميا ودوليا، مجددين دعمهم لمساعي السيد الرئيس في إرساء قواعد التنمية المستدامة من أجل الجزائر الجديدة الرائدة بين الأمم. تحت شعار العدالة للشعب الفلسطيني، انطلاق أشغال ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية، والمشاركون يبحثون آليات وتقنيات توثيق جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة لمحاكمة مرتكبيها. وفي الأراضي المحتلة، تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليوم إضافي وسط دعوات لوقف إطلاق نار دائم وتصعيد خطير بالضفة الغربية في ظل استهداف صهيوني يومي للمدنيين الفلسطينيين. أهلا بكم من جديد. التنمية تتعزز اليوم في أقصى الجنوب الغربي للبلاد ضمن التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببعث تنمية حقيقية ومتوازنة في كل ولايات الوطن. ولاية تندوف تخطو إذن اليوم خطوة كبيرة في مجال التنمية المستدامة بالنظر لأبعاد المشاريع والمحطات التي توقف عندها رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية بعنوان كبير: مشاريع استراتيجية، قطار التنمية إلى أبعد الحدود. حل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار الرائد فراج بتندوف في إطار زيارة عمل وتفقد يدشن خلالها ويعاين ويضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية والحيوية بهذه الولاية، حيث كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقاً بالفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله إلى مطار رائد فراج بتندوف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ووالي ولاية تندوف. السيد الرئيس استمع في البداية إلى النشيد الوطني. بعد تحية العلم، استعرض السيد رئيس الجمهورية تشكيلة من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.
ليصافح بعد ذلك السيد الرئيس مستقبليه من السلطات العسكرية والمدنية لولاية تندوف. ليحيي السيد رئيس الجمهورية سقور القوات الجوية على متن مقاتلات الجيش الوطني الشعبي التي رافقت طائرته الرئاسية إلى تندوف. كما صافح السيد رئيس الجمهورية أيضاً مستقبليه من المسؤولين المحليين بالولاية وأعيان المنطقة وممثلي المجتمع المدني. براعم ولاية تندوف أعربوا للسيد الرئيس في كلمة ترحيبية بمطار الرائد فراج، أعربوا باسم جميع مواطني ولاية تندوف عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستعطي دفعا للتنمية في ولايتهم، مجددين دعمهم لمساعي السيد الرئيس في إرساء قواعد التنمية المستدامة من أجل الجزائر الجديدة الرائدة بين الأمم. سيد الرئيس، عبارات الترحيب ومعاني الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تشريفنا بزيارتك الكريمة إلى هذه الولاية المجاهدة البديابة في شهر نوفمبر التاريخي. سيد الرئيس، شكرا على مجهوداتكم الجبارة وقيادتكم الرشيدة التي تسير في طريق الريادة والمحورية في فضائها الإفريقي والعربي بقيادة رجل فذ مقتدر استرجع هيبة الجزائر في المحافل الدولية ورفع ذكرها بين الأمم وسطر معالم نهضتها ورسم روابط علاقاتها الجديدة في ظل ثوابت الأمة الجزائرية وقيام ثورتها المجيدة. سيد الرئيس، نساندك ونشد على عضدك من أجل المواصلة في رفع التحديات داخليا وخارجيا وإرساء قواعد التنمية المستدامة من أجل الجزائر الجديدة المتطورة ورائدة بين الأمم. نشكركم سيد الرئيس على دعمكم الدائم وموقفكم الثابت والمشرف للجزائر والدائم للقضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين والصحراء الغربية. عاشت الجزائر حرة المستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. سمحوا لي نتصور معكم. المحطة الأولى ضمن برنامج الزيارة كانت منجم غارج بيلات الذي يبعد حوالي 170 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مقر ولاية تندوف، حيث كان في استقبال السيد الرئيس الفريق أول سعيد شنقريحة إلى جانب والي ولاية تندوف وعدد من أعضاء الحكومة.
رئيس الجمهورية وهو يتابع عرضا مصورا حول عمل منجم جارج بيلات وآفاقه المستقبلية، أكد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، مبرزا أهمية هذا المنجم في خلق حياة اقتصادية واجتماعية جديدة في المنطقة. رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الإسراع في الاستغلال الأمثل لمقدرات المنجم لتغطية حاجياتنا الكبرى والتوجه بعد ذلك إلى التصدير. رئيس الجمهورية وضع بعد ذلك حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديد منجم جارج بيلات. هذا المنجم والمورد الاقتصادي الهام من شأنه توفير أزيد من 4000 إلى 5000 منصب شغل دائم لشباب المنطقة. وخط السكة الحديدية بشار تندوف جارج بيلات هو المحطة الثانية في برنامج زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي سيضع حجر الأساس لمشروع إنجاز هذا الخط على مسافة 950 كيلومترا. مشروع ضخم سيتم إنجازه على 3 مقاطع، بداية من المقطع الذي يربط ولاية بشار بالنقطة الكيلومترية 200، أما المقطع الثاني فيربط أم العسل بولاية تندوف على مسافة 175 كيلومترا، أما المقطع الثالث والأخير فسيربط النقطة الكيلومترية 200 بأم العسل وتندوف بجارج بيلات على مسافة 575 كيلومترا. وعن أهمية المشروع كنا قد اتصلنا بالزميلة سونيا غاسي للحديث عن الأبعاد الاستراتيجية والتنموية لهذا المشروع الهام. نعم، إذن نحن الآن متواجدون في المحطة الثالثة من برنامج زيارة السيد رئيس الجمهورية، زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية تندوف. إذن في هذه المحطة سيشرف السيد الرئيس على تدشين خط السكة الحديدية الذي يربط ما بين ولاية بشار وولاية تندوف وصولا إلى منجم جارا أجبيلات. إذن المشروع أو صاحبة المشروع هي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، ويعتبر هذا المشروع الأضخم في تاريخ الجزائر ويمتد على طول 950 كيلومترا. إذن هو لبنة أخرى تضاف إلى مسار البناء والتشييد، وهو أيضا تجسيد لالتزامات السيد رئيس الجمهورية. إذن نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس إلى هذه المحطة ولنا تفاصيل أخرى في حينها. كانت هذه سونيا غاسي حدثتنا عن مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف جارج بيلات. وبمقدراتها الطبيعية والسياحية وطاقاتها الشبانية، تعد ولاية تندوف ورشة مفتوحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، لا سيما مع الحركية المسجلة في مختلف القطاعات. فاطمة الزهراء بن فرجلة. ولاية تندوف الواقعة في الجنوب الغربي للجزائر هي اليوم ورشة مفتوحة على مشاريع تنموية واعدة، وعلى رأسها مشروع منجم جارج بيلات، ثالث أكبر احتياطي للحديد في العالم، والذي تسايره بنية تحتية لمنشآت فنية متنوعة. وهو قطب اقتصادي بامتياز سيوفر مناصب شغل جديدة لأبناء المنطقة وفق آليات التشغيل التي وضعتها الدولة، مع توفير مراكز للتكوين والتأهيل في مجال صناعة الحديد والصلب. يعني استثمار تمنته ساكنة تندوف منذ القديم وقد تعهد به الرئيس، واليوم رانا نلاحظه على أرض الواقع. يعني المشروع بدا، يعني انطلق المشروع وانطلقت السكة الحديدية. المشاريع الكبرى العملاقة التي تستفيد بها التي تستفيد منها الولاية، والتي يطمح ساكنة ولاية تندوف ان تغطي هذا العجز الذي يكون في سوق التشغيل. في السنوات الأخيرة راهي ولات فرص عمل كبيرة وتخصصات جديدة، وهذا وكذلك هذا اللي يخلي طالبي العمل ان شاء الله باذن الله احنا مرافقين ونجوا
توجههم باش يواكبوا ثاني هما هاد التوجهات ويتوجهوا لصالح التخصصات اللي كانت تعرف عجز سابقا في ولاية تندوف. ومع انطلاق قاطرة التنمية ها هو المواطن اليوم يلمس حركية تنموية تحققت في جل القطاعات والتي فتحت آفاقا أوسع نحو تحسين ظروف العيش وتوفير المنشآت القاعدية الحيوية لفك العزلة وتثبيت السكان في المدن الجديدة والأقطاب السكنية الحضرية. هذه 4 سنوات كان فيه توزيع حصص معتبرة من السكن بمختلف السياق، كانت فيه لافامبوس الألبية للاسبيل القطع الأراضي وكذلك السكن الريفي، وإضافة إلى السكن لوبيجي الحمد لله كان فيه بعض توزيع حصص معتبر. تحقيق الأمن الغذائي تحد رفعته الدولة في مصاف أولوياتها ضمن برنامج تطوير الفلاحة الصحراوية التي بارزت فيها المرأة الريفية وهي تجسد مبدأ الأرض لمن يخدمها. الفلاح هون عندي النخل الحمد لله، رافية التمر عندي من المستثمرين التمر، وعندنا أرقان حرنا بادر مجهود انا والاولاد ديالي فيها نخدموا اللي عرفنا كامل نخدموه. جوهرة الجنوب الغربي هي ايضا وجهة سياحية بامتياز تضم هياكل سياحية تعكس الطابع العمراني للمنطقة وتروج للموروث الثقافي. الله يمكسه في الولاية والناس تجينا من الخارج وتجي هون لوطيل. الله السياحة وكل شيء زين. هذا مكسب كبير لينا خصوصا وأنه تندوف ولات منطقة اقتصادية بعد افتتاح منجم الحديد بجبيلات. ولاية تندوف هي طاقات شابة تسعى لإثبات نفسها في المحافل المحلية والدولية في المجال الرياضي أيضا. ويجد عندنا هنا لاعبين كبار ان شاء الله مثل مسلم أنتوف، ولذلك نجب احنا ثاني نكونوا في خيفة مثل ان شاء الله في فرق كبيره ان شاء الله. الاكاديميه هي اللي تقوم بتطوير مهارات اللاعبين وتقوم ثاني بعمليه صقل المواهب بطريقه اكاديميه بطريقه محترفه تخلي هاد اللاعبين إن شاء الله يروحوا بعيد. المشاريع التنموية المحققة بولاية تندوف هي مؤشرات إيجابية في ظل الجزائر الجديدة التي ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار ومواكبة التحديات الراهنة. نثمر كل المجهودات التي بذلت ولا زالت تبذل من طرف رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية على الاستمرارية في تأدية الواجب الوطني لحماية الوطن والمواطن من الذين تسول لهم أنفسهم المساس بوحدة الوطنية أو مؤسساتنا التي هي أمانة في أعناقنا من أبائنا وأجدادنا الذين ضحوا بكل غالي ونفيس. ولاية تندوف الحدودية أصبحت اليوم بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قطبا اقتصاديا منفتحا نحو إفريقيا في ظل الاستراتيجية الوطنية المواكبة للتطور والعصرنة. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية تحت شعار العدالة للشعب الفلسطيني. ندوة الجزائر الدولية التي تأتي نصرة للقضية الفلسطينية تنظمها النقابة الوطنية للقضاة والمنظمة الوطنية للمحامين الجزائريين بمشاركة وفود من دول عديدة تضم قضاة ومحامين وخبراء في القانون الدولي. تبحث الندوة انتهاكات الاحتلال الصهيوني لأحكام القانون الدولي الإنساني في فلسطين خاصة في قطاع غزة وسبل تقديم الشكاوى أمام المحاكم الدولية إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة. فيه مليون محامي، إذن اليوم حنطلق بمليونية الجزائر في المتابعة لهذا الكيان بكل جرائمه. ولاحظت حتى انضم إلينا الأستاذ الفرنسي جيل دوفال اللي على كل حال لاحظتوا المداخلة نتاعه، وسبق وين قام ببعض يعني قام بإبلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية. الآن احنا كحقوقيين مع السادة القضاة فكرنا أنه ننضم في جزئية معينة اللي هو قام بها ونقوم ببقية الجرائم المقترفة. هنا
من خلال هذا المجهود العلمي الحقوقي نحاول لأول مرة أن نعطي لعملنا أو لمخرجاتنا اليوم خارطة طريق واضحة من خلالها تقوم مجموعة من الإخوة المشاركين في هذه الندوة بتشكيل لما لا فرق حقوقية مختلفة الأطياف، عمل جماعي، التنسيق مع المبادرات الأجنبية الأخرى، ونقوم بعملية متابعة لمخرجاتنا لكي نوصلوها بقوة وبأمانة أمام المحافل القضائية والحقوقية الدولية كما أعلننا عنه في السابق. نؤكد على أهمية هذا المسار وندعو إلى تفعيله وتطويره وترجمة مخرجات هذه الندوة. أهمية هذه الندوة أنها تأتي في سياق توجيه وتعليمات من السيد الرئيس عبد المجيد تبون، هذا يؤكد أن القضية حاضرة تماما في ذهن السيد الرئيس وهو يسعى لتفعيلها بكل الأشكال المختلفة، وهذا مسار اعتزاز. هذا وأكد اليوم المحامي الفرنسي جيل دوفيرز حرصه على تقديم كل الأدلة للجنائية الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن ملاحقة الكيان الصهيوني وإدانته أمر ممكن، فيما أكد البروفيسور الفلسطيني عصام عبدين المختص في القانون الجنائي الدولي أن ندوة الجزائر الدولية تشكل فرصة مهمة لتصدير برنامج عمل عربي لمساءلة الكيان الصهيوني حول انتهاكاته الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني. نحن هنا للمطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني. لقد انخرطنا في معركة قانونية لفضح الانتهاكات الصارخة للكيان الصهيوني وجرائمه المرتكبة في حق الفلسطينيين، وهي جرائم موثقة بالصوت والصورة. أدعو من هذا المنبر إلى تقديم المزيد من الدلائل حول هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عنها، ولدينا حظوظ وافرة في النجاح. نحن أمام عمل تم على مدار الساعة والآن سيتم تتويجه في هذا اللقاء الدولي، ونرتقب أن يتم إصدار إعلان الجزائر، وهو سيشكل برنامج عمل لمختلف الدول العربية كنقابات واتحادات ونقابات محامين ونقابات قضاء، سيكون بمثابة دستور عمل في مسار مساءلة قادة ومسؤولي الاحتلال وتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني. ويوم جديد من عمر الهدنة الإنسانية في غزة تزداد معه الدعوة الدولية بوقف دائم لإطلاق النار لتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة بسلام. شعب ما يزال صابرا مرابطا في أرضه رغم الآلام والجرح. إذن تم تمديد الهدنة المؤقتة ليوم سابع إضافي بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني حتى يوم غد الجمعة. وقد أسفر اتفاق الهدنة المؤقتة لحد الساعة عن إطلاق سراح 180 أسيرا فلسطينيا عادوا إلى أحضان الديار، فرحة بالعودة ممزوجة بألم فراق الأحبة، أجواء يرصدها لنا مراسلنا وسام أبو زيد. على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية خرج أكثر من 180 أسيرا فلسطينيا خلال أسبوع الهدنة المؤقتة، جلهم من الأطفال والنساء، وبدأوا يعانقون الحرية كما لم يروها من قبل بعد أن قضوا زهرة عمرهم خلف غياهب السجون والحبس الانفرادي والتعذيب. أنا عن حالي ضربونا على جراي على إيدي، إصبعي مكسور، شربونا غاز لحتى حكونا رح تندموا، طبعا إحنا ما رح نندم ولا بأي لحظة ممكن نندم. ضربوا البنات، كان يفوت علينا كل يوم، منعونا من الأكل، كانت هم سياستهم التجويع والتعطيش والضرب. قبول الاحتلال للهدنة في حد ذاته مؤشر جيد،
وتمديد الهدنة لمرتين أو ثلاثة هو أيضا مؤشر جيد، خاصة أن الاحتلال فشل في كل أهدافه باستعادة الأسرى أو بتحييد المقاومة أو بإسقاط المقاومة كما كان يدعي، ولم يحقق أي من أهدافه ولم يستعيد أي من أسرى إلا باجتراح هدنة إنسانية بين الاحتلال وبين المقاومة. فالاحتلال خلال الهدنة لم يتوقف عن الاختراقات، لكن المقاومة لم تفوت عليه الفرصة وردت في عدة محاور في رسالة أن التفاوض تحت الرصاص لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي وضعت عنوانا تبييض السجون هدفها الأبرز منذ بدء المعركة مهما كانت ضراوة القتال أو التضحيات. نحن أمام تهدئة استمرت 7 أيام، نجحت المقاومة بأن تفرض على الإسرائيلي أنه رغم هذه الخروقات أن يتم تعديلها، سواء بعدد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم ونوعيتهم كما كان على مستوى القدم، أو حتى الطائرات الاستطلاعية وإدخال المساعدات نحو المنطقة الشمالية. فقطاع غزة الذي يفتقد لأدنى مقومات الحياة والاحتلال ما زال يقامر بحياة أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني عبر تحكمه بالكميات الواردة والمواد الإنسانية والطبية كأحد الأسلحة التي يحارب فيها من أجل مآرب سياسية ويحسن من شروط التفاوض، بل ويهدد أيضا باجتياح لجنوبي القطاع. 15,000 شهيد وأيضا 6,000 مفقود وأكثر من 35,000 إصابة هي كفيلة بأن توقف هذه المجازر في قطاع غزة، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يضغط في اتجاه وقف إطلاق النار، لأن الحالة الإنسانية لا تستدعي أن يكون هناك مزيدا من الغارات والشهداء والجرحى. حتى وإن جدد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة فإنه حتما سيعود للمفاوضات من جديد، لأن عدوانه لأكثر من 50 يوما ولم يتمكن فيها من إطلاق سراح أسراه لم يجني سوى قتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين وتشريد آلاف النازحين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. والتصعيد في الضفة الغربية يزداد حدة مع استمرار الانتهاكات الصهيونية الممنهجة في حق الفلسطينيين، حيث استشهد اليوم فلسطيني وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غربي رام الله، فيما اقتحمت قوة الاحتلال الأحياء القريبة من السجن ومدينة طول كرم ومخيمها وطوباس، ما تسبب في اندلاع مواجهات اعتقل على إثرها 41 فلسطينيا في عدد من محافظات الضفة الغربية. إلى ذلك استشهد شقيقان برصاص قوة الاحتلال عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس. في التعاون، استقبل اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أماني عبود، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة 71 لهذه الهيئة القضائية الإفريقية، وهي الدورة التي تستضيفها بلادنا. وقد خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الصدد أعربت أماني عبود عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الإنسان وفق منهج شامل ومتكامل يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجماعية. وزير العدل حافظ والاختام عبد الرشيد طبي من جانبه استقبل أماني عبود رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفدا يضم قضاة وإطارات المحكمة.
في التعاون دائما استقبل اليوم وزير العدل حافظ والاختام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السيدة ماري لاولور. اللقاء كان فرصة لاستعراض الإصلاحات الدستورية والقانونية الرامية لحماية وترقية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، حيث أشادت السيدة لاولور بجهود الجزائر في موائمة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. تأكيد على دور الجزائر في احتواء طلبة الأفارقة وتأطيرهم في مختلف الاختصاصات التكوينية ضمن التزامها بمرافقة الحركية التنموية في القارة السمراء. جاء ذلك خلال مراسم استقبال طلبة الأفارقة المتكونين بالجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بإشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين وحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا. لقد فتحت الجزائر أبواب جامعاتها ومعاهدها ومدارسها العليا ومراكزها التكوينية أمام جميع أشقائها الأفارقة دون تفضيل أو تمييز. وخلال السنوات الأخيرة قامت بلادي بتعزيز وتكثيف برامج المنح الدراسية والتكوينية التي صارت توفر سنويا أزيد من 2000 منحة في مجال التعليم العالي ونصف 1000 من المنح في مجال التكوين المهني. نريد من خلال هذا اللقاء تعزيزها وتثمينها سيما في المجالات ذات الصلة بتكوين المورد البشري الذي هو أساس كل تنمية اقتصادية، وهذا ما تسعى إليه الجزائر ممثلة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى تجسيده في الميدان. أحيت اليوم وكالة الأنباء الجزائرية ذكرى 62 لتأسيسها، وبالمناسبة أشرف وزير الاتصال محمد العقاب على تكريم عدد من الإعلاميين المتقاعدين بالوكالة، كما أعلن بالمناسبة عن إطلاق موقع إخباري باللغة الإسبانية لإيصال صوت الجزائر للشعوب الناطقة بها. كل دول، يعني كم قنوات إذاعية وكم قنوات تلفزيونية وكم من وكالات قوية، يعني الهدف الأساسي هو خدمة مصالح الدولة التي تنتمي إليها. وبالتالي احنا أيضا وكالة الأنباء إن شاء الله بكل هذا الزخم اللي فيها إن شاء الله تكون في طليعة وسائل الإعلام التي تخدم الدولة الجزائرية. تم اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الاتفاقية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في اللجان والمجالس القطاعية ومشاركته في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع ذات الصلة بالمجتمع المدني، وهذا قصد ترقية مشاركة الجمعيات في وضع السياسات العمومية. التعاون من أجل أن تكون كل الهيئات العلمية البحثية تحت تصرف المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئات للبحث والتطوير، يبحثان معا من أجل معالجة ما يحتاجه المجتمع المدني في مختلف جوانبه الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. إعداد دراسات ومواضيع بحثية علمية حول المجتمع المدني بالشراكة مع مراكز البحث والجمعيات المتخصصة، إدراج مواضيع متعلقة بالمجتمع المدني في مذكرات نهاية التخرج لمختلف الأطوار، إشراك المجتمع المدني في المشاريع التي يطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا سيما المتعلقة بالمقاولات الاجتماعية والمؤسسات الناشئة، وهذا يعتبر خيار استراتيجي في الجانب الاقتصادي للبلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تم اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور وزير القطاع يوسف بالمهدي ورئيسة هذه الهيئة سليمة مصراتي. يمكن للوزارة أن تلعب دور كبير في مجال نشر ثقافة نبذ الفساد وتكوين المجتمع ورفع قدرات المجتمع، رفع قدراته بمخاطر الفساد حتى يتم محاربته على كل المستويات. أكيد ستكلل هذه الاتفاقية ببرنامج عمل للسنة القادمة بإذن الله. نحن من خلال الخطاب الديني نحسس المجتمع بضرورة أن نكون يدا في يد حتى نحارب الفساد، لأن الله تعالى لا يحب الفساد، وبلدنا بخير طالما أنه تجتمع جهودنا في إطار هذه الاتفاقية التي سيكون لها برنامج تنفيذي من خلال التكوين، من خلال حضور المحاضرات والملتقيات وتبادل المعلومات إلى آخره مما هو مسطر فيه. وأنا أتشرف جدا باحتضان هذه الهيئة، هذه السلطة، لكي نعمل معا لخدمة الجزائر إن شاء الله. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصاد اليوم. مشروع تحويل النفايات الصلبة مورد اقتصادي هام تجسده مؤسسات ناجحة في مجال التدوير والرسكلة.
والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها لكم حفصة غاني. حفصة أهلا بك. شكرا لك يا العلجة. مشاهدينا مرحبا بكم، موعدنا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. من المتوقع أن تبلغ مداخيل صندوق ضبط الإيرادات خلال السنة الجارية نحو 1800 مليار دينار جزائري، ستوجه إلى تمويل عجز الخزينة حسب ما صرح به وزير المالية العزيز فايد خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني. هذا ويسجل الصندوق فائض القيمة الناتجة عن إيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية على أساس سعر مرجعي، وذلك بغرض تمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الديون العمومية. وللإشارة، فقد تم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات بشكل رئيسي لحماية الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية من تأثيرات تقلبات أسعار النفط. إلى مجال الصناعة، حيث اختتمت اليوم أشغال الصالون الدولي للصناعات الثقيلة والتحويلية والإيكولوجية. الصالون الذي دام 3 أيام عرف مشاركة شركات ومصنعين محليين وأجانب وعقد شراكات وصفقات في هذا المجال. وهبة مزوج والتفاصيل. مؤسسات صناعية عمومية وخاصة من داخل وخارج الوطن تنشط في سلاسل الإنتاج الصناعي تعرض منتوجاتها بهذا الفضاء. عندنا توتين جام دو بومب ايكيبمون هيدروميكانيك اللي مصنوعين هنا في الجزائر، اللي متوجهين للميدان الصناعي وميدان الري والفلاحة. دونك حنا في السنوات الماضيه كنا نديروا لامبورطاسيون، مي كي شفنا الدوله الجزائريه قامت بتسهيل باش نديروا انتاج وطني، قمنا بهنايا بديزاتولي، اون في ديزاتولي او نيفو دوغون بور رانفورسي لا برودكسيون لوكال. ويعد هذا الصالون الدولي للصناعه فضاء لربط علاقات بين المؤسسات الصناعيه وابرام اتفاقيات شراكه بين المتعاملين. هذا الصالون سيتي اون اوبورتونيتي لينا، يعني باش نقابلوا زبون تاعنا، زبون تاعنا اللي يستعمل الادوات التصنيع ديالنا، وتانيت باش نشوفوا شركات وخد اخرين، لانه الجزائر في هاد الاعوام هذوما الاخيره راهي تشجع التصنيع، وحنا كي شفنا بلي كاين تصنيع وبدا هنا في هذه الجزائر رانا جينا. هادو سي دي باليت اون بوا مولي، دونك منصات خشبيه مضغوطه. هادو المنصات الخشبيه مضغوطه مصنوعه من عن طريق خشب مرسكل اولا، دونك عندنا طابع الايكولوجي وحمايه البيئه. ثانيا هي منصات مضغوطه عندها مواصفات عالميه اللي نقدروا نصدروها في السوق العالميه. ويهدف الصالون الدولي للصناعة إلى النهوض بالشعب الصناعية وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني. في مجال الاقتصاد الأخضر، يعد مشروع تحويل النفايات موردا اقتصاديا هاما تجسده مؤسسات ناجحة في مجال تدوير ورسكلة النفايات الصلبة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة وفق أسس علمية وأساليب تكنولوجية متطورة. فتح أبو عرب. هي نماذج ناجحة لمؤسسات رائدة في مجال إعادة تدوير ورسكلة النفايات الصلبة بمختلف أنواعها. ما يتم جمعه ورسكلته في الجزائر هو حوالي 3 ملايين بطارية سنويا، هذه اللي تمد حوالي 50,000 طن من الرصاص. الرصاص يعتبر المادة الأولية الأساسية في صناعة البطاريات لأنه يمثل 80% منها. ثمن النفايات البلاستيكية، أنا ما نقولش نفايات، نقول أنها الثروة النائمة. هذه الثروة اللي تساهم في الاقتصاد الوطني، تساهم لأنها الثروة هذه العملاقة اللي راهي تعمل الآن تعمل للتصدير، يعني راهي تجلب العملة الصعبة.
رسكلة الزيوت الصناعية وتدوير النفايات المنزلية هي الأخرى من المشاريع الواعدة الصديقة للبيئة. مشروع تجميع ورسكلة الزيوت المستعملة هو مشروع متطور وعنده خلفية اقتصادية كبيرة تصل حتى ل 90,000 طن سنويا. المادة هذه ممكن يعني تكون كمنتوج محلي الصنع يعني بعد إعادة التدوير، وممكن أيضا توجه للتصدير وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد الجزائري وإدخال العملة الصعبة. نرتكز أساسا على استرجاع النفايات العضوية، اشتغلنا على تتمين النفايات العضوية لتحويلها للسماد، اشتغلنا كذلك على تحويل النفايات إلى مواد تجميلية طبيعية 100%. صالون باش يكون فيه كل الفاعلين اللي ينشطوا في المجال التقني، اللي ينشطوا في المجال التمويلي، الشباب حامل المشاريع، الجامعات، الباحثين، المؤسسات. أردناه فرصة للاحتكاك ما بين كل هذه الأطراف، أولا للنقاش وللتكلم بالنسبة لهذا الموضوع ولطرح الآفاق. إعادة تدوير النفايات الصلبة تحقق موارد مالية هامة للاقتصاد الوطني باعتبارها السبيل الأنجع لبروز اقتصاد أخضر حقيقي. قصد تشجيع ثقافة المقاولة لدى الشباب والطلبة، احتضنت كل من جامعة الطارف وجامعة جندوبة التونسية أشغال ملتقى حول سبل إنشاء مؤسسات ناشئة وكيفية الانخراط في عالم الأعمال. اللقاء نشطه أساتذة من البلدين وحضره طلبة مهتمون بعالم ريادة الأعمال. نور الدين بن عبسة. هنا ترسو قوارب الصيد، وغير بعيد تعمل بعض المؤسسات على استقبال الأسماك الطازجة وإعدادها للشحن خارج الوطن بعد تجهيزها وتعبئتها وتغليفها حسب المواصفات المطلوبة. وقشريات البحر الحية تبقى داخل الأحواض حتى يحين وقت تصديرها نحو أوروبا. نكسبورتيو بارفوا تيرستر عبر المعبر الحدودي تاع العيون. هذه سي لا لانغوست روج لا بالينوريس فيلغاريس محبوبه بزاف في لا كوت دازور في لا كوت ادرياتيك لا بوليا برانديتشي هذوك نخدموا معاهم بزاف و اون سيزون جويه بالما دي مايوركا اسبانيا. جمارك جزائريه فهمت وش هو التصدير وما كانش تعطيلات يعني تذكر. وبعد ان بلغت منتجاته كامل التراب الوطني، يستعد مصنع تحويل الخشب بالطارف الى تصدير منتجاته لخارج الوطن قريبا بعد الاطلاع على جميع التسهيلات الممنوحه من قبل الجمارك. خلال الايام القادمه سنقوم بالاول تصدير بالنسبة لنا لشقيقة تونس. هناك تسهيلات من طرف الجمارك الجزائرية، هناك رواق أخضر. بعد ذلك سنقوم بنوتر فاز اللي هي تصدير نحو شقيقة ليبيا، مالي، نيجر وموريتانيا. والأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار طالت المتعاملين الاقتصاديين بولاية الطارف وحفزتهم على الرقي بالمنتوج وتنويعه. رافقتنا وقدمتنا توضيحات وتسهيلات، كذلك رفقتنا في التجارة الخارجية من خلال تقليص مدة تخزين البضائع. منذ تدشين مقطع طريق السيار بتاريخ 13 أوت سجلنا إلى غاية 9 أشهر الأولى ما يقارب أو ما يفوق 10 مليون أورو من عائدات تصدير. ويبقى الرهان بناء اقتصاد متنوع ومتكامل. إلى أسعار النفط في العالم التي عرفت ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.2% لتصل إلى 83 دولارا و23 سنتا للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.2% لتسجل 78 دولارا و3 سنتا للبرميل. إلى أسعار المعدنية الأصفر التي تحركت خلال تعاملات اليوم في نطاق ضيق لتسجل انخفاضا قويا. فعلى صعيد التداولات انخفضت العقود الفورية للذهب ب 0.18% لتسجل 2040 دولارا و45 سنتا للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 0.30% لتصل إلى مستوى 2041 دولارا للأوقية. ختام النشرة بمستجدات صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.
نهاية الموعد الاقتصادي، شكرا على المتابعة، في أمان الله. شكرا لك حفصة. أما نحن فنرحل بكم في ختام النشرة إلى إحدى الكنوز الأثرية والسياحية التي تحتضنها مدينة ولاد جاسر بولاية باتنا. المدينة الأثرية ديانا فيتيرا نوروم أو مدينة الجنود القدامى، متحف مفتوح على الطبيعة تعاقبت عليها الحضارات ولم تبح بكل أسرارها غير أن حصونها تعكس عبقرية الإنسان في البناء والتشييد. حنان بوراي. ديانا فيتيرا نوروم، مدينة الجنود القدامى، هكذا تعرف هذه المعالم الواقفة في سهول عين جسر بولاية باتنا. تسمى أيضاً زانا البيضاء، المدينة التي شيدت في القرن الأول الميلادي. هي مزيج بين جمال الطبيعة وعطر التاريخ وسحره المتجلي عبر بواباتها التي ندخل من خلالها إلى جماليات المعمار الصخري العتيق، حاملة رموز الخصوبة والنصر والثروة. في ساحاتها نصب تذكارية خلدت كتابات تشريفية ونصوص تحكي الحياة ويوميات ساكنتها في وقت مضى. هذه المدينة كانت تحتل مكانة جغرافية ذات أهمية كبيرة، حيث أنها تتوسط المدن بين مدينة لومباز ومدينة كويكول بموريطانيا الصيفية وجنوب مدينة سيرتا. هذه المدينة التحفة زمن بناؤها تشييد تيمغاد، وهذا ما تؤكده القطع الأثرية التي اكتشفت بها ونقلت إلى متحف تيمغاد المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو. ما إن نجتاز البوابة نكتشف العديد من المجموعات الأثرية على غرار 86 قطعة فسيفسائية، التماثيل منحوتة من الرخام ببراعة ودقة فائقة. قطع المرمر الأسود هذه صنعت منها تحف فاخرة وخلادات، وهذه مجموعات نقدية ومصابيح زيتية وفخاريات استعملت لمختلف الأغراض، وحتى مستحثات القمح والشعير محفوظة، فقد كانت مورد ثروة المدن قديما. داخل هذه المصابيح نجد نقشات تمثل حياة الإنسان، وفيها نسيج مختلط من الثقافات، ومن بين هذه المصابيح الزيتية ما يبهر السائح هي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ديانا فيتيرا نوروم وغيرها من المدن الأثرية العريقة التي ما تزال قائمة في مختلف ربوع بلادنا تجعل من الجزائر من أكثر دول العالم امتلاكاً للآثار والمعالم الحضارية من مختلف الحقب التاريخية. وبذا نكون قد وصلنا إلى الختام. قبل أن نفترق، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، يعاين خلالها ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والحيوية. سيدي الرئيس، شكرا على مجهوداتكم الجبارة وقيادتكم الرشيدة. ساكنة تندوف تثني على جهود رئيس الجمهورية في استعادة الجزائر لأدوارها المحورية والريادية إقليمياً ودولياً، مجددين دعمهم لمساعي السيد الرئيس في إرساء قواعد التنمية المستدامة من أجل الجزائر الجديدة الرائدة بين الأمم.
تحت شعار العدالة للشعب الفلسطيني، انطلاق أشغال ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية، والمشاركون يبحثون آليات وتقنيات توثيق جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة لمحاكمة مرتكبيها. في الأراضي المحتلة تمدد الهدنة الإنسانية في غزة ليوم إضافي وسط دعوات لوقف إطلاق نار دائم، وتصعيد خطير بالضفة الغربية في ظل استهداف صهيوني يومي للمدنيين الفلسطينيين. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.